صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والنور والإشراق علينا وعليكم وعلى إماراتنا أغلى وطن. صباح الخير أعزائي المستمعين من برنامجكم برنامج صحة وسعادة، هالبرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المميزة والمفضلة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. طبعا برنامج صحة وسعادة برنامج يومي يجيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:10 تقريبا، لأن الساعة 10:50 نطرح في كافة المواضيع الصحية اللي تهمكم وآخر أخبار هيئة الصحة بدبي، عشان تكونون على علم بآخر الأخبار، آخر الخدمات، آخر المستجدات الموجودة عندنا. وأيضا برنامج صحة وسعادة هو عبارة عن قناة تتواصلون فيها معنا عشان تعطونا ملاحظاتكم، آراءكم، اقتراحاتكم. ودائما احنا نقول الاقتراحات هي أساس نجاح أي منظومة، أي مؤسسة، اقتراحات المتعاملين، لأن في النهاية الخدمة مصممة لك أنت كمتعامل. الخدمة جزء منها هو عبارة عن موظفة، لكن الجزء الأكبر يكون على المتعامل اللي يحصل على الخدمة. فإذا عندكم أي اقتراح لا تبخلون علينا باقتراحاتكم عن طريق تواصلكم مع أرقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، إن شاء الله بنكون معاكم تقريبا على مدى أقل من ساعة، اللي هو إن شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم، فتواصلوا معنا. وفي خلال وهالحلقة إن شاء الله بخبركم شو اللي بنغطي. بيكون عندنا توصيات غذائية وكيفية التعامل مع بعض مشكلات الحمل، بيكون عندنا أخصائية تغذية مثل ما تعودتوا كل مرة يكون في أخصائية تغذية تجاوب على أسئلتكم. فاللي عندها أي سؤال بخصوص المشاكل الصحية متعلقة بالغذاء أو بالتغذية للحوامل خلينا تواصل ويانا وجهز أسئلتها من الحين. وأيضا عن الخدمات المتميزة اللي يقدمها مركز دبي للإخصاب، أحد المراكز التخصصية الرائدة في هيئة الصحة بدبي طبعا، اللي تقدم خدمات الإخصاب وعلاج تأخر الحمل. وأيضا بيكون كالعادة عندنا آخر مستجدات التواصل الاجتماعي مع أسمى الجناحي. لكن قبل كل هذا تعودتوا دائما أن نخبركم عن خبر محلي أو عالمي يكون مثير للاهتمام. الخبر اليوم هذا خبر من الجمعية الألمانية للقلب، تقدم خلاله نصائح مفيدة لمرضى القلب عند التخطيط للسفر. ممكن في ناس تقول إيش معنى عند التخطيط للسفر؟ لأن طبعا السفر بحد ذاته يعتبر ترى ضغط، مو بس وجودك في الطيارة، السفر من اللحظة اللي تفكر أنت تسافر فيها هذا الضغط متواصل على أعصابك وعلى قلبك، الترتيب والمراكض والتجهيز والتذاكر والفيزا وهالجواز منتهي أو مو منتهي، هذا كل عبارة نوع من أنواع التوتر يكون مصاحب السفر. فالمرضى اللي عندهم مرض القلب أي كم أنواع القلب، هذا هالجمعية الألمانية للقلب شو تنصح؟ أوضحت الجمعية الألمانية للقلب أن على الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب أو اللي تعرضوا لنوبات قلبية الحرص والحذر عند السفر، لأن الارتفاعات أو البرودة أو المناخ الاستوائي قد يشكل عبئا عليهم. طبعا القسم منه اللي هي درجات الحرارة اللي يسمونها متطرفة، يعني البرودة وايد تكون درجة حرارة تحت الصفر، والمناطق الاستوائية تكون رطوبة فيها جدا 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 عالية لأنها ممكن تأثر على القلب. أضافت الجمعية الألمانية أنه ليس على المصابين بأمراض القلب التخلي عن السفر والسياحة أكيد، لكن عليهم التخطيط جيدا لرحلاتهم واستشارة الطبيب قبل السفر. نصحت الجمعية الألمانية للقلب الانتظار قبل السفر بعد الإصابة ببعض الأمراض أو تدخلات في القلب، مثلا أي من هالأمراض أنت أصبت بها يفضل أنك تتريق قبل ما تخطط للسفر. شو هالأمراض؟ مثل توسيع الشرايين التاجية أو تركيب أجهزة إزالة الرجفان، أو عندك جهاز تنظيم ضربات القلب، أو سويت أي جراحة في القلب. إذا أنت عانيت طبعا هالمثيل على سبيل المثال وليس الحصر، أي مشكلة في القلب يفضل أنك تعطي جسمك فترة نقاها مثل ما يقولون قبل أن تقرر أنك تسافر. كما يجب عليك اختيار الوجهات السياحية ذات المناخ المريح للجسم، لأن الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى انخفاض الدورة الدموية لدى الذين يعانون من أمراض القلب. كما أن الإقامة في مناطق المرتفعة للغاية مثل يروحون المغامرات على الجبال ممكن أن تسبب إجهادا لعضلة القلب، علاوة على المناطق الاستوائية والقطبية تؤدي إلى إجهاد القلب والأوعية الدموية. السفر المناطق الاستوائية والقطبية روحه بيهد القلب، إن شاء الله مكثر من المناطق بعيدة هاي. كما نصحت الجمعية الألمانية للقلب بتجنب المجهود البدني الشديد عند الوصول للوجهة السياحية، وضرورة الحذر عند طبعا السباحة لأن النزول المفاجئ في الماء البارد أو الساخن، بعض الأماكن فيها
المياه الساخنة المعدنية الطبيعية تكون ساخنة ساخنة يطلع من الدخان، النزول مفاجئ في هالماء أو المياه الباردة جدا قد يسبب مشاكل في الدورة الدموية. ونصحت الجمعية الألمانية للقلب الذين يعانون من ضيق التنفس أو الإجهاد الشديد عند صعود الدرج أو الإصابة بالدوار المتكرر أو فقدان الوعي بشكل مفاجئ أن يأخرون شوي السفر. طبعا هذا ينطبق على يعني جميع المرضى مو بس أمراض القلب، لكن هالجمعية لأن جمعية متخصصة بأمراض القلب تشدد على هذا الموضوع. أنت عندك أي مرض مزمن من أي نوعية كانت، إذا بتسافر، وحنتكلم طبعا مثل ما تذكر الدراسة هاي أو الخبر، الرحلات الصعبة مثلا رحلات السياحة العادية بتصير بلاد العادية سياحة أسبوع أسبوعين بالعادة ما يكون عندك مشكلة، لأن الرحلات هاي تكون أصلا قصيرة ما فيها مغامرات وايدة، ما فيها مثلا تدخل أدغال أو تركب على جبال أو تروح مثلا هذا كياكي ما أدري شو اسمه في الأنهار، تروح سياحة العادية. حتى مع السياحة العادية أنا أفضل دائما تشوف طبيبك اللي أنت تتابع معه قبل لا تسافر، يراجع لك أدويتك، ممكن يطلبك بعض التحاليل. لكن إذا أنت بتسافر لمكان نفس هالأماكن المتطرفة يعني درجة الحرارة برودة شديدة أو مناطق استوائية أو بتروح على جبل أو بتروح مثلا ما في أنهار وأدغال وغيره، لازم أن أنت تتأكد من طبيبك طبيب القلب اللي تتابع عنده أن أنت حالتك الصحية تسمح بالذهاب لهذه البلاد. لأن طبعا أول شيء رح تكون طويلة جدا رقم واحد، رقم اثنين الإجهاد فيها يكون عالي، يعني هالبلاد ممكن من المطار للمكان سكنتك ممكن تكون بالساعات وتبدل ممكن أكثر من طيارة أو تبدل أكثر من سيارة، وغير شيء صعود الجبال أو تروح في الأنهار الساخنة أو البرك الساخنة أو الباردة وغيرها قد تؤثر على توزيع الدورة الدموية بالتالي تسبب إجهاد على القلب. فهذه نصيحة لكل حد يعاني من أمراض مزمنة بشكل عام وأمراض القلب بشكل خاص، بأنكم تستشيرون طبيبكم الأخصائي قبل الذهاب إلى أحد هذه الرحلات. أنا ما رح أطول على أسماء عشان فقط السوشيال ميديا. طبعا أسماء الجناحي بتخبرنا ما هي مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم متداول فيها سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة وذات الشؤون الصحية. صباح الخير يا أسماء. صباحكم الله بالنور سرور دكتورة، صباح الاثنين اللي يحبونك الاثنين. صباح الورد. شو جديد السوشيال ميديا اليوم يا أسماء؟ اليوم كنا حاطين نشرة من نشرة المهمة يوم أنس، هي الصحة في الوقت الحالي قاعد تزيد من الوعي حول البيانات الصحية الخاصة بالمتعاملين، هو لعدة أسباب. حاليا اغلب معاملاتنا اصبحت الكترونيه، حتى مع يعني مع الجائحه صرنا نسوي كل معاملاتنا اذا ما كانت يعني اغلبها في من خلال قنوات التواصل الاجتماعي او من خلال مواقع الانترنت. لذلك علينا نكون اكثر حرصا على استخدام البيانات الشخصيه. فاليوم امس نشرنا مجموعه من المعلومات حول لماذا البيانات الطبيه مهمه. واحد، يحتوي الملف الطبي على جميع بياناتك الصحية والشخصية مثل رقم الهوية والبطاقة البنكية. بياناتك الصحية لها قيمة وأهمية ومن الممكن استغلالها بشكل يسيء إليك أو يعرضك للمحاسبة. ثالث، بياناتك الطبية حساسة جدا وأي تغيير عليها قد يؤثر عليك وعلى صحتك بشكل سلبي. لكن أيضا حطينا سبع نقاط مهمة إن كل فرد فينا يقدر أو لازم يسويها لحماية بياناته سواء بياناته الشخصية أو بياناته الصحية. دائما نحن أغلبنا نستخدم التطبيقات الذكية والتطبيقات الصحية يعني مع المستشفيات أو مع الجهات الصحية اللي قاعدين يتعاملون وياها. أول شيء المعلومات الصحية لازم ما يتم مشاركتها مع الغرباء. ثانيا لا تقم بمشاركة الـ OTP، تعرفين الدكتورة اللي يطلع المسج إن الباسورد رقم المرة واحدة، الأربع أرقام اللي يوصل المرة لاستخدام مرة واحدة. نعم، أحيانا بعض المتعاملين يشاركون هذا الرقم مع غيرهم وهذا يساهم في الاختراق، فالأفضل إنهم هالرقم بينهم وبين الجهاز وبين الله ما حد يعرفه. الشيء الثالث ان لا تشارك بيانات دخولك الالكترونيه مع احد. وفي بعض الاشخاص يقولون خاص انت تشيك لي التطبيق بيعطيه اليوزر نيم والباسورد تبي تشيك وين مكان التحاليل. هاي بيانات صحيه وايد مهمه، فالمفروض واحد ما يشارك اليوزر نيم والباسورد مع اي حد. رقم اربعه، لا تحفظ رمز دخولك، احيانا الدخول التلقائي اغلبنا للاسف انا احاول ما نقدر اسمه مليون كل تطبيق لا يوزر نيم باسورد عيزنا واحنا نحفظ ترى ونخزن عيز لازم نسوي اوتو. اهم شيء البرامج اللي تكون الرئيسيه اللي فيها وايد بيانات
صح. المفروض ان نحن ما نسيب اليوزر نيم والباسورد. ايضا تحقق مرابط الموقع، اتاكد الموقع هذا، الحين اغلب الاجهزه اللابتوب تبين اذا كان الموقع هذا سكيور ولا لا، يطلع ان اتس نوت سكيور، يطلع مثلا اذا كان اتش تي تي بي اس ولا اذا كان اتش تي تي بي بروحه. فهالنوع من المواقع لازم واحد يتاكد من الرابط اللي يستخدمه. ايضا من روابط توصلنا لازم نتاكد من الرابط، لان احيانا الاختراقات تكون بهالطريقه. لا تقوم بمشاركه معلوماتك الخاصه في قنوات التواصل الاجتماعي. للاسف قمت اشوف في الوقت الحالي الاشخاص يحطون نتائج التحليل او صح. نتائج او شهاده التوقيع مع الكيو ار كود، مع الكيو ار كود بعد يحطونه. نعم، الكيو ار كود يحتوي على رقم بطاقتك الصحيه، يعني رقم الهويه. يعني اهم يعني يمسحون الرقم من البطاقه الهويه ويحطون الباركود، ترى هو نفس الشيء. واهم شيء لا تنشر تقاريرك الطبيه او الصحيه مع اي حد، حتى لو تبغى تاخذ استشاره السوشيال ميديا مو بالمكان المناسب لنشر تقاريرك الطبيه. تقريبا هالمعلومات كنا حاطينها نحن يوم امس في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للجميع الصحه والسلامه، وحافظوا على بياناتكم، بياناتكم مسؤولية. صحيح. وشكرا. شكرا لك يا أسماء، يعطيك العافية. أنا على السرقة ما نروح فاصل، هاي نقطة جدا مهمة يا جماعة. في بعض الناس ممكن تقول إذا أنا بياناتي الصحية يعني شو بيعرفون عندي ضغط، عندي كوليسترول، هالشيء. لا، ما في بيان، يعني معلومة صحية تعتبر شيء بسيط، لازم نكون جدا حذرين. والله يخليكم، موضة إحنا نصور نتائج البي سي آر والمسحات على وسائل التواصل، لا شاطبين الاسم أو الرقم الهوية، والكيو آر كود هذا، الكيو آر كود عفوا اللي يمسح الباركود هذا اللي يكون مربع موجود، ترى المخترق الذكي ممكن يدخل عليك من أي مكان ولي بياناتك من أي مكان. قد تكونك معلومة بسيطة في ملفك الصحي، بالنسبة لك أنت معلومة ليس لها قيمة، لكن إذا وصلها مخترق أو شخص ما يحبك ما يتمنى لك الخير ما أكثرهم ما شاء الله، ونشر وهددك أنه بينشرها، أنت ما تبغى المعلومة تطلع. قد تكون المعلومة، أرد أقول، جدا بسيطة. مثلا قد تكون زرت طبيب نفسي مرة وانت ما حاب الناس تدري، معناه شيء جدا عادي، وانا اشجع دائما الناس عندكم مشكلة صحية نفسية شوفوا طبيب نفسي، بس في ناس ما تبى الناس تعرف، تبى نوع من انواع الخصوصية. اذا حد دخل على ملفك واكتشف هالشيء وعرف ان انت مو بحب المعلومة تطلع، راح يتم ابتزازك. فمعلوماتكم الصحية نفس فلوسكم، نفس تجوريكم اللي في البيت اللي فيه فلوس ومجوهرات، نفس الشيء. ما تشاركون، انا بعض الناس تي الدريو اللي بالتطبيق يعرف اليوزر نيم والباسورد تطبيقكم انتو، ما يسوي جماعة الخير، هذه معلومات سريعة، نفس معلومات دخول على البنك نفس الشيء تعاملونه، لأن المعلومات الصحية الحين في هالزمن صارت تساوي وزنها ذهبا، وأكثر من وزنها والله ذهب. رح نطلع إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل نتابع صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. أذكركم أرقام التواصل 600-551-414، والرسائل النصية على 4006. تواصلوا معنا ولو في آخر دقيقة من البرنامج، بناخذ مكالماتكم، بنقرأ رسائلكم عشان نحس البرنامج شوي يكون تفاعلي أكثر معاكم. في نفس الوقت ترى حتى المواضيع تطرح في البرنامج، لو أنتوا طرشتونا مسج وقلتوا إنه باكم تطرحون موضوع معين أو تتكلمون عن شيء معين، ترى وايد يساعد في التحضير لفقرات البرنامج. طبعا شكرا فريق الإعداد فئة الصحة بتبين اللي يعدونا صحة وسعادة كل يوم. الحين بنروح لفقرة التغذية. مثل ما قلنا في البداية، بنتكلم اليوم عن التوصيات الغذائية وكيفية التعامل مع بعض مشكلات الحمل. طبعا تغذية المرأة الحامل شوي يكون فيها خصوصية، مو عشان تاكل عن اثنين، هذا الكونسبت خلاص من زمان احنا سوينا له ديليت، ما في تاكل على اثنين، لكن تحرص على تناول بعض الاطعمه بشكل اكثر من اطعمه اخرى، تزيد من يعني عندها مثلا مشاكل صحيه معينه، عندها فقر دم، ايا كان المشكله الصحيه اللي عندها، شو مفروض تعدل في اكلها عشان تعالج هذه المشكله الصحيه. فمعانا أخصائية التغذية نجلة درويش، وهي اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، بتكلمنا عن تغذية المرأة الحامل والتوصيات الغذائية في هذا المجال وكيفية التعامل مع بعض مشاكل الحمل. صباح الخير أستاذة نجلة. صباحك نور وسرور دكتورة. حياك الله. الله يحييك ونحيي جميع المستمعين. الله يخليك. نتكلم عن أول شيء مفهوم التغذية الصحية أو للمرأة الحامل، شو مفهوم التغذية الصحية وشو أهمية المرأة الحامل؟ هي دكتورة من شوي ذكرتي نقطة وايد مهمة، لأن في بعض النساء أنهم يوم يتناولون الأكل يفرطون في تناول الأكل
بحجة الحمل. لكن احنا نقول دائما ما بي يعني الجنين ان شاء الله ما ينقصه شيء، صح، ياخذ يعني كل العناصر الغذائيه اللي يحتاجها وكل شيء الحمد لله بكفايه. لكن ظن من المراه انها تاكل يعني اضعاف اضعاف وتركز على اشياء ممكن تكون غير صحيه او ما شابه ذلك، ان هذا بيفيد الجنين، هذا غلط. لا هو ما تعرف من ليش تاكل، لان فتره الحمل ما حد يرمي زعلها، ما حد يرمي يقول لها شيء، لا ريلها ولا امها ولا عمتها، يقول كلي خلت تاكل ما علي، فتطلع فبخاطرها تاكل تاكل. صح، حامل برايها، حامل مسكينه خلت تاكل عشان ما تزعل، عشان ما يطلع في الياهل ما تزعل. صحيح، لكن احنا نقولها لا لازم تحاسب، لان التغذيه الصحيه للمراه الحامل مهم من أي ناحية، يقلل خطر العيوب الخلقية، يحسن وظيفة النشيمة، يقلل من إصابة الاكتئاب ما بعد الولادة، يساعد على نمو دماغ الطفل، يحسن من صحة العين والعظام للطفل. فمهم اللي أنا أنتقي يعني العناصر الغذائية والنظام السليم من البداية، وأعرف احتياجات يعني كل مرأة الحامل تعرف احتياجاتها من السعرات الحرارية وكذلك العناصر الغذائية اللي تحتاجها، بدل ما تاخذها مثلا في اشياء تكون غير صحيه او ممكن تسبب لها مضره. ومثل ما تعرفين دكتوره اكيد وايد يعني مراجعات يشتكين من مشكلات في الحمل، وبنعدد يعني اهم المشكلات اللي يواجهنها، يعني مثلا حموضه المعده، الحرقه الحرقان نقول دوم، يعني هالاشياء دائما يعني يشتكينها. لان النظام الغذائي لازم يعني نعرف نحن شو ممكن يعني نتناول في الأوقات هاي، ففي بعض الاعتقادات الخاطئة لازم يعني تتصلح عند المرأة. صحيح، الحامل أكيد. شو الأغذية اللي ننصح فيها المرأة الحامل، وشو الأغذية اللي نقول يفضل أنها تقلل منها؟ تمام، بالنسبة للأغذية أنها تعتمد على نظام غذائي صحي متوازن يحتوي على نشويات، بس بحيث أن التركيز يكون على مثلا القمح الكامل والأرز البني والألياف، لأنها احتواء الألياف. لكن إذا في عدم تحمل، إذا المرأة الحامل ما تتحمل مثلا الخبز الأسمر أو حتى العيش البني، تأكل العادي لكن تأكل بكميات معتدلة. كذلك الفواكه والخضروات بحدود 5 حصص في اليوم، وتركز على تناولها للخضروات لأنها فيها ألياف غذائية، وهذا بعد يقيها من مشكلات الإمساك وعسر الهضم اللي ممكن يحصل. عندنا كذلك الحليب ومشتقاته، اللحوم، عندنا تنتقي الدهون الجيدة، يعني نقول عادة من المكسرات، طبعا تنتقيها غير مملحة، وعندنا من يعني عندنا كذلك من زيت الزيتون، من الأسماك الدهنية اللي تحتوي على دهون جيدة، لكن يعني كلها تكون في حدود سعرات الحرارية واحتياجاتها في اليوم. وتوزع الوجبات يعني كتوزيعة تكون مهمة، الفطور والغداء والعشاء. صحيح، وما تخربط بينهم، يعني ما في تأكل وجبات خفيفة لكن تنتقيها صحيه. صحيح. بالنسبه للي هي بالنسبه للاكلات اللي تبتعد عنها المراه، نقول هي الاطعمه النيه دكتوره، لان في مفهوم شائع قبل ان البيض الني مفيد. صح، فنحن نقولهم لا، للمراه الحامل تبتعد عن، ما بنتكلم عن الاعتقاد هذا، لكن المراه الحامل يفضل انها تاخذ الطعام مطبوخ جيدا، يعني حتى البيض يكون مطبوخ زين عشان تتفادى البكتيريا الشائعة مثل السلمونيلا وهالأشياء. صح. طبعا وين هي موجودة البيض الني؟ ممكن في الأطعمة قدامنا، ممكن يعني بكثرة المايونيز. صحيح، فتقلل من استهلاكها المايونيز والأشياء اللي تحتوي على بيض ني، يعني هذا شوي تبتعد عنه. اللحوم النية، اللحوم مثل السوشي ويكون مش مطبوخ، اللي في النساء تحب الأكل الياباني اللي يكون مش مطبوخ فيه، اللحوم نيئة تكون مش مطبوخة. هي، وحتى الأكلات البحرية مثل السوشي وبعض الأكلات البحرية لأنها تحتوي على نسب عالية من الزئبق. صحيح صحيح. هي، فهذه تحاول أنها كذلك تبتعد أو تتجنب تناولها. طبعا بالمقابل بعد ما تحط توابل حارة وأشياء سبايسي يعني بزيادة، الأطعمة المسببة للغازات تبتعد عنها، المنبهات كذلك والمشروبات الغازية، لأن مفروض أنها تقلل يعني كمية الكافيين اللي تتناولها. يعني مثلا أنا أعرف أن الكوفي يعني عشق الجميع والأغلب، لكن تأخذ يعني بحدود 2 كوب إلى 2 كوب في اليوم، وما تكثر من المنبهات الثانية. وممكن تستبدلها بالحليب عشان الكالسيوم والفيتامين. أيوة. داخل الحليب المداعم بالفيتامين. أيوة. دال اللي تحتاجه ويحامل. صحيح، وتغسل الخضروات جيدا، يعني تغسلها، تأكد
انها تغسل الخضروات جيدا تفاديا يعني لاي بكتيريا ممكن تحصلها واي ميكروبات تحصلها على هذه الخضروات. صحيح صحيح. عندك نصيحة أخيرة للمرأة الحامل استاذة نجلة بخصوص التغذية؟ مثل ما ذكرنا الغذاء المتوازن يقي من أعراض الغثيان والإمساك والحموضة، إذا هي قسمت وجباتها بانتظام وتفادت المشكلات اللي ممكن تحصل. تشرب كمية كافية من الماء، يعني ما تقول أنا بقصر لا أنا شاربة سوائل وشاربة كذا وما تشرب الماء. عندنا كذلك استشارة الطبيب، يعني مهم جدا أنها تستشير الطبيب المعالج وتعرف مثلا لحل بعض المشكلات اللي تواجهها، وتمارس الأنشطة اليومية، يعني ما تيلك طول اليوم تقول أنا حامل، فتمارس لكن باستشارة الطبيب المعالج. صحيح. شكرا لك أستاذة نجلة درويش اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص التوصيات الغذائية وكيفية التعامل مع بعض مشكلات الحمل. شكرا لك، نهارك سعيد. كل الشكر على الاستضافة ويومكم أسعد. مع السلامة. قبل أن نطلع فاصل بس سؤال وصل بالمسجات، دكتورة شو لو نسيت كلمة السر؟ طبعا هذا عن التطبيق، وماذا عن كبار السن الذين كبير السن اللي يعيش وحيدا لا يعرف شيئا عن الانترنت ويساعده خادمه في الدخول أو مساعدة لدخول الحساب؟ أبو عبد الله، طبعا نسيت كلمة السر، فهناك طريقة تدقون نسيت كلمة السر يوصل على الإيميل الرابط تدقون عليه إعادة تعيين كلمة السر بهالخطوات. شو عن كبار السن الله يحفظهم اللي ما يعرفوا يستخدمون الأجهزة؟ أنا أفضل من وجهة نظري نعطي التطبيق، يعني ينزل حسابه في تطبيق هيئة الصحة مع حد من عياله. أنا حق الوالدة أنا عندي في تطبيقي، أنا أتابع تطبيقها، هي أنا بطلع، لأن الله يحفظهم ترى كبار السن ممكن حتى لو فتح ما بيعرف، مثلا ما بيعرف وين يسير أو شو المطلوب أو شو أي قسم من التطبيق بيصير، أو ما يعرف كيف يحجز له موعد. فأنا حق الوالدة أنا حاطنها عندي في تطبيقي أنا، بالتالي يفضل مثلا أنتوا ما شاء الله فيكم الخير والبركة مع كبار المواطنين، واحد منكم يتولي يقول أنا بنزل تطبيق بخلي حساب الوالد معي في التطبيق. ترى ممكن تضيفون أكثر من فرد من العائلة، تضيفون مثلا أنا ضايفة كل العائلة، أنا ريلي عيالي مساعدتنا أمي كلهم في تطبيقي أنا، فأنا يكون سهل علينا أتابع. فأنتوا سووا نفس الطريقة، البتشر عندكم في البيت أو شخص يكون دائما مسؤول، أنا بضيف الوالد عندي والوالدة في تطبيق هيئة الصحة في حسابي أنا في التطبيق، بحيث أقدر أتابع بيوصلكم إشعارات بخصوص المواعيد القادمة، ترمون تحجزوا له موعد خدمة طبيب لكل مواطن، ترمون تحجزون تتابعون نتائج تحاليله، فيكون أسهل بالنسبة لكم لو كان عندكم أنتوا الحساب. فهذه نصيحة أنا شفتها أنها جدا مفيدة لي، فممكن جدا يساعدكم. طبعا المساعدين ما عندهم حتى خبرة كبيرة، يعني حتى لو بيدخل تطبيق ما يقدر يساعد الوالد في شيء، بس احنا نقدر بما متعلمين وفاهمين نقدر ان نشوف ونساعد ونطلع من المعلومات اللي يبونها كبار المواطنين. رح نطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل رح نوصل صحة وسعادة مع الاستاذة هناء عبيد طحوارة مديرة مركز دبي للإخصاء. فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم مرة ثالثة لنتابع باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حاول أقول أرقام التواصل شوي شوي لأن أذكر المرات اللي قبل يمكن أطلع في صحة وسعادة دائما يقول دكتورة بسرعة تقولين أرقام ما نلقط الرقم. أبسط شيء 4006 طرشون المسجات إن شاء الله. في عندنا سؤال على السريع قبل ما اخذ استاذه هنا، ممكن سؤال عن التطعيم اللي ما اخذ سينوفارم وكمل 6 أشهر، هل اجبار ياخذ الجرعه الداعمه وهل ياخذ الجرعه الداعمه سينوفارم او سينوم اخر؟ حاليا في هيئه الصحه بدبي اللي ما اخذ سينوفارم تطعيمين سينوفارم بعد 3 شهور من استكمال التطعيم يقدر ياخذ جرعه فايزر، جرعتين من فايزر. هي مش إجبارية، لكن نحن يعني مثل ما يقولون نشجع الناس أنهم يأخذون الجرعة الداعمة بعد أخذ جرعتين من لقاح سينوفارم. هذا الإجراء المعمول حاليا فيه بهيئة الصحة بدبي، وأنا أشجعك أنك تأخذ جرعتين فايزر بعد ما تكون كملت، حتى لو حين كملت 6 شهور من 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 تطعيم السينوفارم عادي، خذ موعد واحصل على جرعتين فايزر. راح يكون ترى جرعتين، الجرعه الداعمه من فايزر بعد السينوفارم جرعتين وليس جرعه واحده راح تكون. فان شاء الله اكون جاوبت على سؤالك، شكرا على السؤال. طبعا نرجع لموضوع حلقتنا، يعد مركز دبي للاخصاب التابع لهيئه الصحه بدبي احد اهم المراكز الطبيه التخصصيه الرائده على مستوى منطقه الخليج العربي والشرق الاوسط بشكل عام، وهو متخصص في علاج العقم ورفع معدلات الإنجاب لدى الراغبين في الاستفادة
من خدمات المركز الذي يستقطب آلاف المرضى من مختلف دول العالم. للحديث عن هذا المركز والخدمات اللي يقدمها وبعد من تقليل موقع جديد يصيرنا يكون معنا عن طريق الهاتف الأستاذة هناء عبيد طحوارة مديرة المركز. صباحك خير أستاذة هناء. صباح النور. هلا وسهلا. هلا حياك الله. الله يخليك. الحمد لله. يا مرحبا. أول شيء مبروك عليكم انتقالكم للموقع الجديد, بس نتكلم أول شيء النقلة النوعية اللي شهدها المركز بعد انتقاله لهذا الموقع الجديد وموقعكم الجديد. إن شاء الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم, وأشكركم على فتح المجال إن احنا نتحدث عن هذا الموضوع ومشاركة الجمهور بالنقلة النوعية. أولا أبغي أتطرق إلى موضوع التحدي ما قبل النقل. النقل تم في بداية عام 2021 بحكم التحديات اللي واجهها العالم المصاحبة لأزمة كورونا وتبعيات غلق أو خفض عدد المراجعين خلال عام 2020 بموجب الإصدارات العالمية اللي ترتبط بعدم تقديم العلاج لفئة الحوامل أو مساعدتهم للحمل, لأنهم يرتبطون بنسبة كبيرة ضمن فئة الخطرة. هذا بداية 2020 عندما يعني تم التحدث عن كورونا وتبعياته. مع تطور الاكتشافات وشي سمحونا أن نحن نقدم العلاج, فبالتالي تراكم عدد الحالات أدى إلى أن تكون عندنا قائمة انتظار. مع الانتقال حاليا نحن انتقلنا في شهر 2 عند فتح المركز يتطلب المرور في عدة تجارب قبل تقديم الخدمة من أمور فنية من حيث البيئة الهوائية في مختبر الإخصاب بما يضمن الحصول على نسبة نجاح عالية في الحمل. فبالتالي نحن قدمنا الخدمة في شهر 6 من بعد العيد على طول, ومن بعد العيد تقريبا سوينا 174 عملية, وما زلنا في تحدي مع ان نحن نحاول ننجز ونخلص قد ما نقدر عدد العمليات بموجب تراكمها من عام 2020. فعلى مدى الثلاث شهور الجاي ان شاء الله بنكون قطعنا شوط كبير في ان احنا نقلل من عدد المراجعين اللي هم مدرجين ضمن قائمة عمليات الإخصاب. هذا بالنسبة لتحدي قائمة الانتظار اللي فعلا كنا نحن مركزين عليه. إذا جينا على مركز الأخصاب وشو دوره كمبنى جديد, هو كصرح جديد تم إنشاءه بناء على توجيهات سامية من الحكومة الرشيدة طبعا والإدارة العليا ضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة الصحة بدبي, وشارك في هذا المشروع فريق عمل كبير من مختلف الإدارات مشكورين طبعا على دعمهم. نجا معنا ان نحن وفرنا مركز على مستوى عالمي, نقدر يعني نقول انه من حيث التجهيزات من اعلى المستويات الاجهزه الطبيه او رحله المتعامل تمت دراستها بدقه كبيره بحيث ان ما يكون في تكدس في الزوار في منطقه معينه مما يعني يساعد ويساهم على رفع نسبة الرضا لدى المراجعين عند الزيارة, إلى جانب مراعاة توفير جميع الأجهزة والأنظمة الإلكترونية الحديثة من حيث الرقابة على مدار الساعة خلال 24 ساعة. يعني إحنا نتعامل مع عينات بشرية جدا دقيقة تتطلب حذر تام, فبالتالي تخزينها عندنا وتجميدها في الحاويات يتطلب رقابة على مدار الساعة, وهذا اللي سعينا له الحمد لله وتم توفيره. فبالتالي نحن نراقب تواجد هاي العينات على مدار الساعة مما يضمن لنا حسن رقابة مؤشرات الأداء. إذا جينا على جزئية الخدمات, الخدمات طبعا مقدمة حاليا لين 6 شهور كنا منقطعين عن تقديم خدمات العمليات الإخصاب بسبب التحديات اللي ذكرتها. من شهر 6 قدمنا جميع الخدمات اللي هي تندرج مثل ما انتم عارفين عمليات الاخصاب سواء للنساء او الذكور,
من أطفال أنابيب أو تلقيح مجهري. عندنا نسبة كبيرة تندرج ضمن خدمة الفحص الجيني للكشف عن الأمراض الوراثية سواء للزوجين أو للأجنة من بعد التلقيح، فهذا بما يضمن أن يتم إرجاع العينات السليمة ويؤدي إلى رفع نسبة نجاح الحمل. إذا تكلمنا عن النسبة العالية في جزئية الخدمات اللي نقدمها تندرج في خدمات التجميد، تجميد العينات، لأن بعض الحالات تتطلب باتفاق ما بين مقدمي الخدمة والمتعاملين إلى تجميد العينات، فهاي بعد يشغل عندنا حيز ونسبة كبيرة من خلال تقديم الخدمة. إذا جينا على الخدمات المستقبلية اللي هي تتناسب مع ما تم توفيره من حيث المبنى أو الأجهزة، بندرج إن شاء الله أو بنقدم خدمات جديدة بتساهم في أنها تحسن من مستوى تقديم الخدمة، وهي ترتبط طبعا بتوفر مدى يعني بعض المتطلبات اللي هي مرتبطة بالكادر الطبي أو الفني، واللي حاليا نحن في المرحلة الأخيرة لتوفيرها إن شاء الله بإذن الله. فعلى نهاية السنة بنقدر نعلن عن أسامي الخدمات هاي اللي إحنا بنقدمها إن شاء الله. ممتاز أستاذة هنا، بس لو نتكلم عن بعض التقنيات المتطورة اللي عندكم في مركز دبي للأخصاب. شوفي، علاج الأخصاب على مستوى العالم هي كلها نفس الخدمات، يعني بس ترتبط بمدى نجاحها أو مستوى أدائها يرتبط بعدة عوامل. على سبيل المثال عندنا نسبة نجاح الحمل تثبت أن نحن العوامل هاي متوفرة لنا، فنحن نحقق ما يقارب إلى 67 نسبة نجاح حمل مقابل 45 على مستوى العالم. العام سجلنا 62%. ترتبط طبعا هاي النسبة بالفئات العمرية اللي احنا نتعامل معها، بحكم ان نحن نقدم الخدمات بشكل يعني مش مجاني على موجب مساهمة صاحب سمو الشيخ محمد الله يطول بعمره في تغطية علاج المواطنين ضمن ظل مبادرة أمل، فبالتالي في طلب علينا زايد بحكم هذه المبادرة. فنسبة المراجعين تندرج نوعا ما إلى النسبة الكبيرة في العمر، فبالتالي كل ما كانت فئة العمرية للنساء مرتفعة كل ما نسبة الحمل شوية متأثرة أو تتطلب جهد كبير من قبل سواء المقدمين الخدمة أو متلقين الخدمة. فنحن في مصاف النتائج العالية، طبعا هذا كلام ما بس مجرد ينقال، طبعا في مؤشرات أداء تثبت هذا الكلام ويتم تقييمها من جهات آخر من خارج الدولة بما يثبت مصداقية تسجيل نتائجنا. صحيح، أنت ذكرت مبادرة أمل، فلو ممكن نتكلم شوي عن المبادرة، شو هي وعدد المستفيدين منها، ويعني إيش كثر شو الفئات المشمولة ضمن هالمبادرة؟ إن شاء الله. طبعا مبادرة أمل هي مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يطول بعمره، تم الإعلان عنها في عام 2013، وتم العمل على تطوير فئات التغطية اللي يعني تندرج تحتها في عام 2017، مما نجم عنا ممكن يحضرني هني عندنا تقريبا عدد المسجلين حوالي 2124 زوج وزوجة، منهم هذيلة نسبة تلقوا العلاج بما يتماشى مع طبعا طبيعة حالتهم أو مدى أو إمكان على حسب الطاقة الاستيعابية اللي تتوفر عندنا. بعد نجم عن هذا يعني أنا أتكلم عن عدد مواليد أحياء 482 مولود من خلال هاي المبادرة، وبشكل عام مواليد المركز 5139، ف يعني شالت عبء كبير عن جزء نسبة كبيرة من المواطنين. إذا جينا على الشروط، إحنا نقدم العلاج لجميع المواطني دولة الإمارات العربية المتحدة طبعا، ما عدا اللي هم يشملهم نظام التأمين الصحي في بعض الإمارات ما يندرجون تحت المبادرة، فهذا نوع من المساعدة والتعاون ما بين مختلف الجهات.
اللي ما يشملهم هذا تغطية المبادرة اللي هم عندهم أبناء أكثر من 3 أطفال بالنسبة للإمارات الشمالية وأكثر من 4 أطفال بالنسبة لإمارة دبي. ليش؟ يعني نحن اشتغلنا مع فريق عمل لتحديد هاي الشروط، لأن نحن بعد لازم نعطي فرصة للناس اللي ما عندهم أطفال. أكيد صحيح. بموجب طاقتنا نحن الاستيعابية. فإذا نحن مركز يقدم الخدمة بعدد معين من الموظفين وفي وقت معين، نحن لازم نراعي جزئية الأولوية للمرضى اللي ما عندهم أطفال. فبالتالي نحن نحاول قد ما نقدر نرتب برنامج اللي عملنا وتقديم الخدمة والعمليات بحيث أن يكون في مساواة ما بين عدد الحالات اللي هي تتقدم للعلاج. فالشروط جدا ممتازة، يعني اللي هم أكثر من 4 حالات ممكن يتلقون العلاج، بس يكون على حسابهم الخاص. أكيد. في عندك كلمة أخيرة أو رسالة حابة توجهين لمستمعينا في ختام لقائنا الممتع هذا معك؟ والله أولا يعني أتمنى أن نحن نكون عند حسن ظنهم وثقتهم، ونكون على قدر كبير أن نحن نسعى إلى رضاهم وسعادهم. نحن عندنا شوية تحدي كبير مع العملاء، أن عندنا طول انتظار، وبموجب طول الانتظار هذا يرتبط بالأمور الاحترازية أو المتطلبات تقديم الخدمة، لأن تقديم الخدمة عندنا متعدد شوي متشعب. إذا عندك الطبيب يوم يدير الحالة يقدم عدة أنواع من الخدمات، فأتمنى إن شاء الله نحن نسعى إلى أن نحن نحسن من نتائج هذا المؤشر، ونرضاهم ونرضيها ونقدم لهم يعني أفضل خدمة بإذن الله. إن شاء الله. أنا شاكرة لك أستاذة هناء عبيد طحوارة، مديرة مركز دبي للأخصاب، تواجدت معنا اليوم عن طريق الهاتف للحديث عن مركز دبي للأخصاب وخدماته والتحديات اللي تواجهونه. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا وبالتوفيق. شكرا. طبعا الأستاذة هناء عبيد طحوارة ما شاء الله ما قصرت، عطتنا معلومات كافية وشافية مثل ما يقولون عن خدمات مركز دبي للأخصاب. مثل ما قلت لكم هذا المركز يجون الناس من جميع أنحاء العالم بسبب الثقة العالية بالخدمات المقدمة في مركز دبي للأخصاب التابع لهيئة الصحة بدبي. طبعا مركز دبي للأخصاب مركز من المراكز يسمونها العالية التخصصية، يعني مو بمركز عادي، مو طب ونساء عادي، طب نساء وحمل عادي، ولكن في مختبرات عالية التخصصية. مثل ما هي قالت إن في المختبرات اللي يكون فيها هذه العينات البشرية، حتى الهواء اللي يكون موجود في المختبر لازم تكون درجة حرارته معينة، رطوبته معينة، ما في تيار هوائي قوي ممكن يأثر على العينات، كل شيء تحت نسبة تعقيم عالية. يعني احنا نتكلم الحين الناس تتكلم عن التعقيم مع كوفيد والجراءات الاحترازية مع كوفيد، هذا التعقيم اللي يكون في مختبرات الإخصاب يكون أعلى نسبة من التعقيم، لأن تلوث عينة واحدة معناه أنه خلاص راحت العينة لا يمكن استخدامها. وما ننسى هذه عبارة عن عينات بشرية، بالتالي مو بعينات إحنا موجودة عندنا في المختبر ممكن نأخذ منها مرة مرتين وثلاثة، لكن عينات بشرية، وكل مرة الزوجين يعطون واحدة من العينات يكون عندهم أمل كبير جدا بأن راح تتم عملية الإخصاب وراح يحملون، خصوصا إلا أبدا رب العالمين للحين ما نعم عليهم بنعمة الأطفال. مثل ما ذكرت أستاذة هنا أن مبادرة أمل مبادرة جدا جميلة، ونشكر يعني الشكر موصول لولاة أمرنا الشيخ محمد براشد الله يحفظه، أن هي مبادرة للمواطنين اللي يبون يحملون، المواطنين مقيمين إمارة دبي عشان يكون مشمولين ضمن المبادرة لازم يكون عندهم اللي مش مشمولين عفوا يكون عندهم أكثر من 4 أطفال، واللي من خارج إمارة دبي من إمارة الشمالية يكون عندهم أكثر من 3 أطفال. طبعا هو المسألة أنه يعني أكيد إحنا ودنا نقدم الخدمة للجميع لكل حد، يعني ما ينوم ما يحب يكون عنده أسرة ممتدة يكون عنده 4 أو 5 أو 6 عيال، لكن دائما هناك في أولويات في بعض الأمور. الناس اللي ما عندها أبدا أبناء اللي تحاول ممكن من زمان، فهذه لازم نعطى شوي لها أولوية يكون عندهم طفل وطفلين، وأكيد في النهاية كلكم راح تحصلون على الخدمة. فجزاهم الله خير على هذه المبادرة الجميلة والخدمات اللي تقدم في مركز دبي للإخصاب.
أبو عبدالله طرش لنا المسج قال لا للأسف لا أبناء له، وكما ذكرت دكتورة فإنه يعيش وحيدا. أول شيء الله يعطيه هذا كبير السن الصحة وطولة العمر. إذا ما عنده مو مع أحد هو مضطر طبعا، يعني ما في حد يساعده أصلا غير المساعد اللي عنده في البيت، والله يسخر له إن شاء الله هذا المساعد ويخليه أمين على التطبيق ماله اللي هو بيعطيه كلمة المرور. لكن بشكل عام بشكل عام نتكلم يا جماعة، يعني ما نستهين تطبيقات خلصنا، ما يخلوني أسولف لكم عن راحتي في البرنامج، كل يقول خلص الدكتورة خلص وقتك دكتورة. المهم حافظوا على بناتكم الصحية، لا تصورون في وسائل التواصل، لا تشاركون الـ OTP هالأربع أرقام اللي توصل مع أي حد عشان ما يتم التهكير واختراق حساباتكم، سواء حسابات التواصل الاجتماعي، بنك، تطبيقات صحية أو غيرها. احنا وصلنا نهاية برنامج صحة وسعادة لليوم، إن شاء الله كنا خفاف عليكم خلال هذه الساعة الإذاعية، وإن شاء الله يلتقون فيكم زملائي غدا، وأنا بلتقي معاكم إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأثنين. نهاركم سعيد ودمكم إن شاء الله في صحة وسعادة. صحة وسعادة.